غلبون كلمة سريانية وتعني السيف. أطلق على هذه القرية اسم غلبون نسبة لشكلها الذي يشبه السيف. نحن صلنا 5 سنين نفرز لأنه غلبون ما كان فيها بلدية، حطينا مستوعبات بكل بيت وحطينا 9 محلات جروبات تالناس تيجي تفرز إزاز لحال بلاستيك وكرتون. وهلأ مع شبابنا اللي مهتمين بالموضوع البيئي بغلبون عم نشتغل حتى لتطويره من البيت. نحن عنا مشروع اسمه Zero Net Village، هيدا مشروع واعد جدا، نعمل كل غلبون على الطاقة الشمسية أو على الطاقة المتجددة. غلبون اعتمدت عنوان الميتر، يعني على المتر من إيس، وعملنا كل شوارعنا، كل أرمى بغلبون، كل بيت فيك توصلي له فيا جوجل مربوط بالعنوان تبعه ومربوط بالبلدية فيما يتعلق من الأرمى تبعه، بينعرف شو عليه ضرائب، شو عليه تليفون، شو عليه موتور. وهي العنوانة فيها شارع رئيسي تنحسب، كل شارع رئيسي معروف شو رقمه، كل رقم موصول بأول ما بتجي من غلبون في رقم زيرو. إذا وصلتي على غلبون بتحطي الكيلومتراج صفر بتوصلي 3170 بدون ما تسألي حدا. غلبون ضيعة ما فاتت عليها الفوضى والضوضى ولا الحرب، فيها سكون. وهالضيعة كانت نايمة قبل ما صار في عنا بلدية وعدها، وفاتت ببرنامج جديد قررنا نحن كمجموعة شباب المجلس البلدي والمجتمع المدني نعمل خطة استراتيجية مستدامة لغلبون.